السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في روزلاند. في بداية الفيديو كده يا جماعة، أتمنى أنك أنت تصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فيديو النهاردة معايا حاجة جميلة جدا، حاجة اختراع زي ما بيقولوا. إيه الحاجة دي؟ تعال نشوفها مع بعض ونفتحها ونشوف إيه مكوناتها وكده. وبرضه لو الحاجة دي عجبتك، عندنا توصيل لحد باب البيت، في توصيل إن شاء الله لجميع المحافظات لحد باب بيتك. تعال نتفرج بقى مع بعض عليها على الطبيعة كده ونجربها ونشوف كل حاجة فيها. تعالوا مع بعض بقى يا جماعة نفتح العلبة بتاعتنا دي ونشوف إيه مكوناتها. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. ده شكل المنتج يا جماعة. لو حد فيكم عايزه ممكن ياخدوا سكرين شوت دلوقتي ويبعته على الواتساب على الرقم اللي موجود في صندوق الوصف، ان شاء الله في توصيل زي ما قلت لحضراتكم. ده يا جماعه من هنا كده كشاف، زي ما حضراتكم شايفين كده كشاف، كشاف كويس جدا. الكاميرا على فكره مش مبينه الاضاءه، بس ممكن اطفي النور وارجع لكم. انا كده يا جماعه طفيت النور، شايفين الاضاءه بتاعته، الاضاءه شديده جدا. تمام، الإضاءة شديدة جدا جدا، يعني كده بنطفيها كده يشتغل ليزر زي ما حضراتكم شايفين. شايفين يا جماعة ده الشعاع بتاعه، هو شعاع قوي جدا، تقريبا حوالي 5 كيلو. الشعاع بتاعه بيمشي حوالي 5 كيلو. وكمان في حاجة تانية كويسة جدا، شايفين الحركة دي؟ شايفين أنا اللي بتحكم في الحركة دي. طب بتحكم فيها ازاي؟ هوري لحضراتكم. شايفين اكتر من شكل، زي ما حضراتكم شايفين اكتر من شكل. ممكن اطفي الليزر خالص اهوت، وايدي الكشاف بتاعي، ايدي الكشاف، شايفين انا كده ايدي الكشاف اهوت اهوت، نور المكان كله بالكشاف اهوت يا جماعه. ده الكشاف عامل اضاءه شديده جدا، اضاءه جامده جدا زي ما حضراتكم شايفين كده. طب بنقيد الحاجات دي منين بقى؟ تعال نقيد النور وارجع لكم. زي ما حضراتكم شايفين يا جماعه، الزرار الاولاني ده اللي هو هنا ده، ده بتاع الليزر. اول ما بيضغط على اول ضغطه بتاع الليزر، تمام. طب الضغطه التانية الليزر بيطفي والكشاف بيشتغل. طيب الاشكال اللي كانت ظهرت من شويه دي بتعمل ايه؟ بجيب الكشاف هنا على وضع الليزر، اجيب على وضعيه الليزر، وفي اليمه التانية في هنا زي زرار زي ما حضراتكم شايفينه كده، كل ما بطلع بيه سنه سنه واحده بس يطلع يبدا يعمل لي اشكال. شايفين اشكال سنه صغيره، كل سنه بتعمل شكل، كل سنه بتعمل شكل اهو اهو يا جماعه. شايفين كل ما برجع صبع ورا شويه تلاقوه عمل شكل تاني. شايفين اشكال كتير، ولا هتشيل عدسه بقى ولا تحط عدسه ولا الكلام ده. دلوقتي الجهاز بتاعنا ده لو فصل منا شحن بنشحنه ازاي؟ مش حلو يا جماعه على اي شاحن بتاع تليفون، شاحن عادي خالص اللي هو المشط العادي خالص اهوت، والمكان بتاع الشاحن بتاعه هنا يا جماعه اهوت، وبتشحن الليزر او الكشاف بتاعك زي ما حضراتكم شايفين كده. طيب الناس اللي هتقول لي هو مؤذي او حارق او الكلام ده، هقول لك لا يا جماعه، ده هو امان خالص، مفيش فيه اي اذيه، مفيش فيه الكلام ده خالص. ان هو حد يقول لك ده بيحرق او بيولع او الكلام ده، لا يا جماعه مش بيحرق، هو عباره عن ضوء بس، عباره عنده لمبه. هي الاضاءه بتحرق او حاجه؟ لا مفيش اي حاجه من الحاجات دي، امان جدا اهوت. انا عامله على ايدي اهوت، مفيش اي حاجه، عباره عن شعاع ليزر بس. تمام، لو عجبك وعايزه كلمنا واتساب على الرقم اللي موجود في صندوق الوصف، ولازم تاخدوا سكرين شوت عشان في اكتر من نوع، عشان ما تطلبش مثلا ده ويجي لك حاجه تانية، لازم تاخدوا سكرين شوت وتبعته. خليكم مركزين في حته سكرين شوت، خدوا دلوقتي سكرين شوت او صوروا وابعتوا. ما ينفعش تكتب لي على الواتساب انا عايز الليزر وخلاص، هتقول لي كده في اكتر من نوع ليزر، عشان ما تطلبش حاجه وتلاقي حاجه تانية جايه لك. بس كده يا جماعه، اتمنى الفيديو البسيط ده يكون عجب حضراتكم. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، واكتب لي في كومنت انت عايز الفيديو الجاي يكون عن ايه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.